التنظيم المسمى الدولة الإسلامية لم يعد يملك في مدينة سيرت الليبية سوى معقل واحد هو الحي رقم 3 بعدما سقط الحي رقم 1 قبل ساعات بين أيدي قوات ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني حسب مصادر من هذه الأخيرة أكدت أيضا أنها تقوم في الظرف الحالي بتطهير هذه البقعة من بقايا مقاتلي خصومها. حوالي 1000 مقاتل من مقاتلي هذه القوات يشاركون منذ الاثنين بغطاء جوي أمريكي في الهجوم على الحي 1 الواقع شمال المدينة والحي 3 الكائن في شرقها لطرد التنظيم المسلح الخصم. وكان رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السفاج قد أعلن في بداية الشهر الجاري أن بلاده طلبت من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن يقصف خصومها في سرت تحضيرا للهجوم عليهم على الأرض. الحصيلة الكاملة من الخسائر خلال هذا الهجوم تبقى مجهولة وإن قدرت حسب مصادر بعشرات القتلى ومئات الجرحى. مدينة سيرت كانت معقلا للقذافي.